أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أعلنت المخابرات البريطانية وفي مذكرة رسمية مواجهة للخارجية ضرورة سحب كل المواطنين البريطانيين والحاملين للجنسية البريطانية من إسرائيل. ضربة ثانية بعد دعوة السفير الروسي في تل أبيب بنفس الأمر بسحب كل اليهود الروس وعودتهم المليون ونصف مليون إلى روسيا. إذا الأمر هنا دقيق للغاية، كان بخصوص البلد الشرقي القريب من إيران، وكان هذا أمرا متفهما. لكن عندما يطالب البريطانيون بسحب رعاياهم من إسرائيل، فهنا السؤال الكبير المرتبط بالنووي واستخدامه المحتمل ضد إسرائيل. واقع الحال بالنسبة لإسرائيل فهي مطمئنة لشيء واحد، أن هناك عرب ومسلمون الآن، ومن الصعب على إيران استخدام النووي ضد إسرائيل. فيما في الاتجاه الآخر فإن الرد قد يكون نوويا وليس ضربة نووية على إسرائيل، إنما تفجير نووي، وهذا الذي سيعطي انعكاسات كبرى قد تضعنا أمام أسئلة صعبة للغاية. قد لا يختلف التدمير عن غزة في تل أبيب وفي غيرها، وهنا لا بد من الإشارة إلى تقرير ومدير CIA معا يتحدثان. التقرير يتحدث بشكل مسهب أكثر عن تصريحات CIA بأن الأمر القنبلة النووية ليس أكثر من أسبوع، يعني القنبلة في الرف، لكن التجربة النووية والرأس الحربي النووي هذا شيء آخر. إن مجرد القول أن القنبلة النووية هذا بعيد عن التجربة النووية وبعيد أكثر عن الرأس الحربي النووي الذي يمكن أن يكون هجينا، يمكن أن يكون قادرا بمواد نووية، هذا قد يضعنا أمام سؤال آخر، أن المساس بالمشروع النووي الإيراني وكل ما يتعلق بمؤسساته سيكون مباشرة في إسرائيل، وهذا الوضع وضع صعب للغاية، خصوصا وألا مكابح لنتنياهو فيما الرد صارم من طرف الإيرانيين. لا يمكن للإيراني أن يحتمل تحت أي ظرف أن تكون هناك خسارة كبرى لبنيته التحتية أو أيضا، وهذا هو المهم، يعتقد الإيراني الآن أن إسرائيل أصغر بكثير، وبالتالي فإن التعامل معها سيكون بإطفاء أمور ستكون سريعة جدا. لن يكون هناك صعوبة في تدمير إسرائيل، والتدمير سيكون فعلا تدميرا صعبا. فإن اختارت إسرائيل القواعد العسكرية وأيضا منشآت الحرس الثوري، سيكون الرد في هذه الحالة على الصعيد العسكري، وهذا الذي قد يقلب كل التوازنات مع غزة وأيضا لبنان. والمقاومة في هذه الحالة ستنتصران لإضعاف إيران للجيش الإسرائيلي. هذه الزاوية يرفضها تماما بنت وغيرهم عندما يتحدثون عن ضرورة ضرب البرنامج النووي في مقابل البرنامج النووي، ولأن صعوبة ما قد تحدث في هذه الحالة، لأن الدفاعات الأمريكية الآن والفرنسية والبريطانية، لكن اختراق كل هذه الدفاعات أمر محتمل. ولذلك فإن سحب هؤلاء الرعايا البريطانيون قد يكون دقيقا للغاية، خصوصا وأن روسيا أيضا اصطفت إلى جانب إيران، وما بين 30 سبتمبر زيارة الوزير الأول الروسي إلى إيران ميخائيل ميشوستين، وقبل لقاء 11 أكتوبر بين الرئيسين الإيراني والروسي، سيكون هناك ظهور واقعي ومباشر لما
سيكون عليه دعم روسيا، خصوصا وأن هناك ثاني رحلة للجي آل إكس نحو إيران في 5 أيام وتضم رادارات جديدة. هذا الذي ينشر الآن حسب المخابرات الغربية، لكن هناك أشياء تتجاوز المخابرات الغربية التي أقفلت مصادرها بشكل كبير جدا، خصوصا وأننا نتحدث عن ما نشرته جريدة في دومستي عندما تحدثت عن صعوبة كبيرة للغاية بالنسبة لهذه التطورات الأخيرة، وأمام سحب بشكل واضح كل الحاملين للجنسية المزدوجة، ويمكن أن يكون هذا الأمر مؤقتا إلى حين تجاوز هذه الأزمة التي تنفتح على حرب كبرى. فإن ذهب الجميع إلى حرب شاملة فهذا الاختيار اختيار إسرائيل، وإن اختارت إسرائيل مثل ذلك سيكون الرد بنفس هذه الطريقة. وعلى الأقل بالنسبة للمرشد كان واضحا أن لا تسرع ولا أيضا تهاون في الحالتين معا، يعني أن كل ما يتعلق بالرد يجب أن يكون أيضا محسوبا، وفي هذه الحالة قد تضرب إيران ما تضربه إسرائيل تماما في جولة أخرى، ستضطر معها إسرائيل إلى الرد وهكذا. فالوضعية إن أفشل هذا الهجوم أو ذاك سيكون من الصعب جدا على الطرف الآخر أن يدعم هذا التطور نحو حرب شاملة. الحرب الشاملة إلى حدود هذه اللحظة ليس قرار لنتنياهو ولا قرار للرئيس الإيراني. الوزير الأول رغم تطرفه فهو لا يجد الآن أي فرصة في المناورة المتجهة نحو إيران. وبالنسبة لأمريكا لدى إسرائيل الآن ما لا تتحجج به لأحد، لديها هذه الفرصة، فإما أن تقتنصها وإما أن تقفل بشكل نهائي هذا القوس. وإن أقفل هذا القوس فبالنسبة لإيران تؤكد أنها ستناصر إلى حين نصر المقاومة. نحن نتحدث عن الثمن، الثمن هو الانسحاب من غزة والانسحاب أيضا من جنوب لبنان، الثمن كله في هذه العملية الانسحاب من غزة. هذا هو التدقيق الشديد الأهمية، بخصوص أولا أن إسرائيل قد تكون كسرت ميزان القوة ما بينها وما بين غزة ولسنوات، وأيضا بالنسبة لحزب الله ولسنوات. وبعد الضربة الموجعة بالبيجر هنا بدأ صعوبة كبيرة للغاية في استعادة التوازن، وليس في تحقيق النصر إلا إن كان هناك طول نفس، وهذا الذي لا يريد أن يعطيه الإسرائيلي، فهو يقصف ويقصف ثم يتعاطى مع عملية مارون الرأس مثلا بمئة طائرة، مئة مقاتلة، وهناك مئات من الدبابات، نتحدث عن 36 فرقة بكاملها زائد اللواء السابع بكامله. إذن الأمر هنا صعب للغاية بالنسبة على الأقل للتكتيك الحربي الذي يحاول أن يكون راديكاليا بشكل كامل مع الطرف الآخر، ولا يترك أي مجال لإثارة إيران، فإيران أيضا يمكن إغلاق القوس معها ضمن نفس هذا الترتيب مع المحور. هنا قد يطرح سؤال، لماذا البريطاني على وجه التحديد يرى إجلاء الرعاية من إسرائيل؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لأن هناك صعوبة كبيرة للغاية في الرد الإيراني. الرد الإيراني لم يعد على عتبة النووي، نحن نتحدث عن نووي إيران، فلم يعد هناك أي شيء يمنع إيران، ليس من تجربتها وليس من رأس حربي وأيضا من القنبلة النووية. القنبلة النووية بالمعايير الأمريكية يمكن أن تتحقق في أسبوع واحد حسب مدير CIA. إذن قول هل هناك الآن الرغبة أو عدم الرغبة،
هذه المسألة قد حسمت، فقدرة إيران على تصنيع القنبلة، على التجربة النووية، كل هذا أصبح معترفا به أمريكيا. إذن إيران ترد على إسرائيل لأنها تعرف أن النووي الذي لدى إسرائيل لدى إيران. ببساطة شديدة هنا بقي حال من أمرين: هل ستستخدم إسرائيل النووي؟ هذا هو السؤال الوحيد الذي بقي على الطاولة، هذا الذي استشير فيه أكثر من مرة نتنياهو وهو إلى حدود هذه اللحظة. كيف نضرب النووي إلا بنووي؟ هل يمكن فعل ذلك؟ هل يمكن قبول ذلك؟ هل هناك إعادة تقدير لما يجري؟ بالنسبة لإسرائيل إمكانية القصف بالنووي يرى على الأقل الأمريكي أنه يحاول أن يلجم إسرائيل بهذا الخصوص. ثانيا، أن سقف أن تضرب إسرائيل بالنووي على 200 صاروخ، رغم أن هذه الصواريخ هي إيذان بأنها ستشحن بالشكل الكافي وستصل بنفس هذه الرؤوس الآن، ولكن هذه المرة بشكل مدمر، مدمر للغاية. هل إمكانية 2000 صاروخ ممكنة؟ هذا احتمال واسع للغاية يطرحه أيضا الروسي، وبذلك جميع الترتيبات مع إيران ستخسر فيها إسرائيل. لذلك فانتصار إيران لن يتحقق إلا بعدم هزيمة حماس وحزب الله، وليس فقط بشأن النووي وجعل ذلك كأساس لكل هذا العمل الإيراني. العمل الإيراني الآن بالنسبة للقنبلة النووية وبالنسبة للقدرات النووية والصاروخية وغيرها التي حسمت بشكل نهائي القوة لصالحها في المنطقة في مقابل إسرائيل، فإن إيران تطلب الآن وبشكل واضح جدا أن قضية عدم الانسحاب من غزة أو أيضا بالنسبة للبنان، فإن هاتان المقاومتان ستدعمان إلى حين تحقيق ما تراه هذه الشعوب حاسمة. لذلك فلا إمكانية لتغيير وجه الشرق الأوسط، وإمكانية هذا التغيير يتم بضربة نووية إسرائيلية، وهذه القضية إلى حدود هذه اللحظة ليس فيها إجماع، لأن الإجماع الذي خصوصا بالنسبة للحاخامات وقد استشيروا، فإن إمكانية أن تكون الصواريخ الإيرانية وحسب مدعاة لغضب الرب، ولذلك فإن إمكانية الرهان على ضرب إيران بقنبلة نووية أو بأكثر منها، هذا يعني أن إيران يجب أن تكون مستعدة لمثل هذا الخيار، وهذا الخيار لا يتطلب سوى أسبوع، هذا الأسبوع يجب أن يكون مفتوحا ولا يتوقف في حدود السنة والسنتين. فهل هذه المغامرة الإسرائيلية الآن التي تدرس قد تنفذ؟ بالنسبة للروسي يعترف بشيئين اثنين: هناك عقيدتان وهناك رجلان لهما عقيدة، عقيدة توراتية وعقيدة حسينية، وهذا المجال حاسم باتجاه إعلان فناء الطرف الآخر. إلى الآن لا يزال الوضع ضمن حدود عدم وجود صراع شامل، لكنه قد يتحول بالضربة الإسرائيلية إلى مثل ما نقول. ولذلك فإن البريطاني والروسي يعتقدان بشكل جازم بإمكانية الاستخدام الأقصى للقوة من طرف إسرائيل أو الرد الإيراني أن يكون بنفس هذا الشكل، وهذا الذي يضع المنطقة في صعوبة إضافية لاستخدام النووي مرة أخرى، رغم التراجع الآن لخطاب إسرائيل حول ما هي الأهداف المتوقعة. القواعد العسكرية كما ضربت تضرب في إيران، وأيضا مراكز القيادات، كل هذا أمر قد يكون مفهوما، لكن الرد أيضا سيكون في القواعد، وهذا الذي تخاف منه إسرائيل، لأن ضرب القواعد بنفس الطريقة المؤلمة قد يتألم الجيش
إسرائيلي وهو في وضعية حرب. وهكذا فإنما بعد الضربة الإيرانية للرد سيكون هناك قرار آخر، وهذا الذي سيدفع المنطقة إلى الانزلاق نحو حرب شاملة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.